أكيد في أسباب طبعا كتيرة، إن تخلي العرض طبعا مش مرضي بالنسبة لنا، لأن كنت طبعا حريص إن احنا نكسب النهاردة، وفي نفس الوقت يمكن المرحلة اللي احنا فيها دي زي ما أنا بقول بنستعد لمراحل تانية مهمة. عندنا مباراة كأس مصر، عشان كده مريحين برضه بعض اللاعبين عشان مباراة الكأس، لكن كنا عاوزين نكسب النهاردة، لكن الأداء متوسط النهاردة. في حاجات طبعا مش راضي عنها، لكن وارد طبعا لأسباب أخرى طبعا برضه خاصة بينا والمجهود اللي اللعيبة عملته طول السنة، وحتة الدوافع طبعا شوية أكيد طبعا يمكن النهاردة ما كانتش موجودة بالشكل اللي أنا بحبه، هي دي اللي أثرت النهاردة طبعا. لكن زي ما بقول بنحضر نفسنا بقى لمباراة الكاس اللي جاية، اللي هي طبعا أهم في المرحلة الحالية. يلا ونجهز للأسئلة. لا طبعا زي ما بقول يعني في اسباب خاصه طبعا، يعني المباراه طبعا مهمه وكله، لكن الواقع طبعا برضو بيأثر عليك ساعات يعني اكيد، لان ما اقول يعني انا ما بحبش اقولها، لكن اكيد الدوافع مش بالشكل المطلوب، علشان كده برضو ما كانش فيه الشراسه اللي بتبقى موجوده في ادائنا في انهاء الهجمات. في هجمات وصلنا بيها، وصلنا في هجمات كتير جدا، لكن ما بتكتملش بالشكل المطلوب، ده وارد طبعا زي ما انا بقول. في نفس الوقت برضو في بعض العناصر اللي مش موجوده، ولو ان دائما انا بقول برضو انا ما بحبش اقول الكلمه دي، لكن فعلا في بعض العناصر مؤثره، عشان كده هجمات ما كانتش بتكتمل بالشكل المطلوب يعني، او المعتاد اللي احنا بنلعب بيه يعني. احنا عاوزين، احنا يعني مش عاوزين نعمل نكبر الموضوع، لان هو احنا تعادلنا النهارده يمكن طبعا عشان مكاسبنا في الفتره الاخيره بشكل متوالي، لكن وارد في كره القدم، وبقول الاسباب يعني، فمش عاوز بقى الاسئله ان هي تبقى النهارده قول النهارده ايه. لا قول النهارده ايه، لا هجاوبك على سؤالك طبعا، هسمعك واجاوبك طبعا. لا مش بسبب الغيابات، لان انت وصلت كتير، لكن زي ما انا كنت برد انت وصلت كتير وتواجدت في منطقه البوكس بتاعت سموحه كتير، وكنت قريب من مرماهم كتير، لكن الهجمات ما كانتش بتكتمل بالشكل المطلوب طبعا، ليها زي ما انا بقول حاجات كتيره زي ما انا ذكرتها في الاول طبعا، الدوافع مش بالشكل المطلوب، غياب بعض العناصر، يعني ساعات بتبقى في تاثيرات طبعا بتاثر على الكلام دوت، وبتاثر على الاداء بالتالي يعني. هي الحاجات الإيجابية طبعا إن في كم كبير جدا من اللعيبة الصغيرة اللي موجودة طبعا، وعشان كده برضو بأكد على أهمية اللعيبة الكبيرة، يعني بشوف برضو ما اللعيبة الكبيرة بتغيب بيبقى في تأثير كويس، فاللعيبة الكبيرة برضو مهمة، لكن طبعا أكيد النهاردة وجود كم كبير من اللعيبة الصغيرة، أحمد حمدي، كريم، هاني، أكرم، ريان كان معانا، احمد ريان معانا، ففي كم كبير طبعا، ودي مهمه جدا ان يبتدي يبقوا موجودين، لكن برضو اللعيبه الكبيره مهمه جدا طبعا. تمام. احمد فتحي الاصابه اكيد طبعا في معظمهم ان شاء الله هيبقى موجود في ماتش الداخليه ان شاء الله، هنبتدي مباراه طبعا كاس مهمه جدا بالنسبه لنا، فان شاء الله اكيد في عناصر هتبقى موجوده في مباراه الداخليه ان شاء الله. شكرا.